نصل وإياكم إلى بحثنا الأخير الذي تأخر في دوره بسبب تأخر قدوم صاحبه، وهو للأستاذ المساعد حسين محمد علي من جامعة بابل، والمعنون الإمام الهادي عليه السلام سيرته وإمامته. فليتفضل ليعتلي المنصة محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الأستاذ حسين محمد علي العبودي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ بكلية التربية في جامعة بابل، له الكثير من المشاركات في المؤتمرات والندوات والورش، وهو منهمك في التدريس والبحث، وهو الآن في أواخر دراسة الدكتوراه، نسأل الله أن يوفقه فيها. تدرج وظيفياً وشغل عدة مناصب في كليته، واشتغل في البحث، ولديه عدة أبحاث ومشاركات في مؤتمرات عدة. فليتفضل مشكوراً بإلقاء ملخص بحثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البداية أحب أن أشكر العتبة العباسية المقدسة على إتاحة هذه الفرصة في نقل الأفكار أو في نقل ما يدور حول إمامة الإمام الهادي عليه السلام. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الهادي عليه السلام وأئمة أهل البيت بشكل عام هم مصباح الهدى، بشر أو تم بشر به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو بشر بهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كي يكونوا قدوة لنا أو سيرة لنا في حياتنا، ليس فقط في الفترات التي عاصروها وعايشوها، وإنما هي امتداد لهذا الجيل والأجيال القادمة. فالإمام الهادي عليه السلام هو أحد أئمة أهل البيت الذين عانوا من الظلم والطغيان العباسي، هي امتداداً لفترة الدولة الأموية أو امتداداً لفترة الفترات التي عاصرها أهل البيت من ظلم ومحاولة كبت أو تحجيم دور أهل البيت عليهم السلام. المادة أو البحث هو الإمام الهادي قسم إلى مبحثين. المبحث الأول أسميناه بحياة الإمام الهادي عليه السلام، أما المبحث الثاني فهي دراسة عامة أو مختصرة عن حياة هذا الإمام العظيم في حياة الكتلة الشيعية المخلصة لهذا الإمام. طبعاً الإمام عليه السلام كما تعلمون قد ولد في المدينة المنورة، وبشر به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سوف يكون من صلب الإمام علي بن محمد الجواد عليه السلام. كني الإمام بعدة كنا، منها الإمام أو أبو الحسن الثالث أو الأخير، يعني حسب ما المصدر الذي أشار إلى ذلك هو الأمين أعيان الشيعة، بس إذا لاحظنا أنه هو ليس أبو الحسن الثالث، وإنما هو الرابع، لأنه أبو الحسن الأول هو الإمام علي عليه السلام، ثم بعد ذلك الإمام علي بن الحسين زين العابدين، وأبي الحسن موسى بن جعفر عليهم السلام. بالنسبة لمراحل حياة الإمام عليه السلام، المرحلة الأولى من حياته قد قضاها كانت قصيرة جداً، 8 سنوات قد قضاها مع الإمام الجواد عليه السلام، إلى أن استقدم الإمام الجواد وفصل عن الإمام الهادي عليه السلام. ثم بعد ذلك، وهي الفترة التي تولى فيها الإمامة 34 عاماً، هي الفترة التي تحمل فيها الأعباء بعد شهادة الإمام الجواد عليه السلام. ولكي لا نطيل في البحث والكلام، فالإمام قد تعرض إلى مضايقات من قبل العباسيين. في بداية حياته أرسل له معلم كي يقوم بعزله عن الكتلة الشيعية المخلصة، وبالتالي يعمل على تحجيم دور الإمام بأن جعل له يحيى المعلم أو عبد الله الجنيدي معلما له، على الرغم من الإمام لا يحتاج إلى معلم لأنه كان هو المعلم في فترته.
أما بالنسبة ل يعني ممارسات الإمام في المدينة أو ما قضاه الإمام في المدينة، فقد كانت له عدة مواقف، منها الموقف من إغارة بغى الكبير على المدينة المنورة سنة 230 للهجرة، عندما تمكن الإمام من المحافظة على أهل المدينة من هذا الشخص الغازي. أما بالنسبة للفتن التي كان قد عاصرها الإمام، هي فتنة أو محنة خلق القرآن، عندما نصح الإمام أتباعه وأمرهم بالابتعاد عن ذلك، وأن القرآن هو كلام الله، والابتعاد عن هذه المسميات. أما بالنسبة للمرحلة الثانية، طبعاً من الملاحظ أن الإمام عليه السلام قد عاصر ستة من خلفاء بني العباس، جميعهم كانوا حاقدين على الإمام أو على الإمامة بشكل عام، ولكن كان أكثرهم حقداً هو المتوكل العباسي. الإمام يعني خلال هذه الفترة وخلال فترة الستة من خلفاء بني العباس حوصر محاصرة شديدة، فتم استقدامه من المدينة إلى سامراء، وضع تحت الإقامة الجبرية، وإلى أن استشهد عليه السلام في هذه الفترة. ملخص أو الاستنتاجات التي توصلنا إليها هي أن العباسيين في سياستهم مع جميع أهل البيت عليهم السلام هي محاولة فصل الإمام عليه السلام واستقدامه إلى سامراء، ومحاولة حرف الإمام عن المبادئ الأساسية، وذلك من خلال تخصيص معلم ليعلم الإمام في محاولة للتأثير وعزله عن الكتلة الشيعية، وأيضا وضع الإمام تحت الإقامة الجبرية في سامراء هدفها عزله عن الكتلة الشيعية، خاصة وأن سامراء هي مدينة قد بنيت للأتراك الذين أثاروا الشغب في مدينة بغداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا نفتح باب التساؤل والنقاش واللحاظ لما يرغب بذلك. نعم سمعت السيد، تفضل. أحسنتم، جزاك الله خير، الله يوفقك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى أن مجال كتابة السيرة من المجالات الشاقة، يعني عن الله الباحث والعاملين يعني في هذا المجال التاريخي، باعتبار أن الذي كتب في السيرة كثير جدا عبر القرون، ومن الصعب على المعاصرين أن يكتبوا شيئا فات المتقدمين، وبالتالي يحتاج كتاب السيرة باعتبار هذا البحث يصنف على أنه كتابة سيرة الإمام، يحتاج إلى أحد أمرين حتى يعطي جدوى لهذا البحث تضاف على البحوث السابقة، إما معطيات تاريخية غابت عن السابقين بسبب العثور مثلا أنه قد عثر على بعض المصادر التي تبين الأجواء السياسية والجغرافية والعسكرية لهذه المنطقة مثلا أو العوامل الاجتماعية، فيضيف هو معطيات جديدة للسيرة، هذا أحد الأمرين. والأمر الثاني أن يبادر إلى تحليل بعض المواقف، فلا يقتصر على السرد، حتى برؤية معاصرة مثلا إلى شؤون الإمام، ويعني هذا التسلسل أنه ولد وهاجر أو حوصر في بيته مثلا أو كذا أو توفي أو استشهد، هو نمط مألوف وهو جوهر البحث. نعم الركن الأساس هي هاي المعطيات الأساسية، والسؤال هو لجناب الباحث الكريم، ما هو أو ما هي الإضافة التي يمكن أن نجدها عند قراءة هذا البحث؟ نعم. هل هناك مداخلة أخرى؟ نعم سمع جناب الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الباحث على هذه التفصيلات التي ذكرها عن حياة الإمام. لدي دعوة للباحثين الذين يتصدون لدراسة تاريخ الأئمة عليهم السلام. كما هو معروف أن التاريخ قد زور، وأن التاريخ قد كتب بما يرتضيه السلاطين وليس على الحقيقة، ولم تذكر الحقائق كما هي، ولذلك حينما يذكر الإمام ينبغي أن يذكر بمقابله
الخليفة الذي يسمى خليفة الله والذي يدعى بكنى المتوكل على الله والمستنصر بالله، ينبغي أن يسلط الضوء على حياة المجون وحياة الفسق والغلمان وشرب الخمر وكل ما يحيط بحياة هؤلاء الحكام، ينبغي أن يسلط الضوء عليه لكي يكشف الستار عما يسمى خليفة الله في أرضه، وهو ممن يعصون الله في أرضه. وشكرا. شكرا جزيلا. نكتفي بهذا القدر ليجيب الباحث على الأسئلة التي لديه. سيد، بالنسبة للأحداث التاريخية لا يمكن أن ندرجها في صفحات بسيطة، يعني هاي الأحداث التاريخية يحتاج لها متسع من الوقت أو يحتاج لها إلى عدد هائل من الصفحات حتى نبين مدى دور الإمام، سواء كان في الجانب العسكري أو في الجانب السياسي. إحنا نطينا نبذة مختصرة عن الجانب العسكري أو وقوفه بمحاولة اقتحام المدينة. طبعا المدينة هي اقتحمت، مدينة رسول الله اقتحمت أكثر من مرة، اقتحمت العفو في عهد الدولة الأموية عندما اقتحمها يزيد واستباح أهلها 3 أيام. أما بالنسبة لعهد الإمام فقد حاول بغى الكبير أيضا اقتحام المدينة، فتصدى له الإمام وتمكن من ثنيه عن هذه المحاولة. أما بالنسبة لباقي المحاولات ممكن أنه نحصيها، ولكن تحتاج إلى يعني أوراق عديدة، ونحن محددين بعدد الصفحات اللي نقدمها للبحث. أما بالنسبة لسؤال الأستاذ الدكتور، يعني إذا تحاول أنه تشوف البحث راح تلقى به ما قصدت حضرتك، وموجود إن شاء الله بالبحث. نعم، شكرا جزيلا للباحث على إيجازه وحسن تقديمه، نتمنى له التوفيق.